السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هعمل لكم اكلة حلوة قوي، جميلة وسهلة وسريعة جدا. هنعمل صينية رز بالكبد والقوانص. صينية حلوة قوي وسهلة جدا وسريعة جدا، امي الله يرحمها كانت بتعملها لنا على طول دايما. يدخل في المقادير على طول، ده كيلو كبد وقوانص. بصي يا حبيبتي، انا ده مش مشتريه من عند الراجل، ماشي؟ عشان نبقى متفقين يعني. انا كل ما بجيب فراخ اروح شايله الكبد والقوانص، كل ما اجيب فراخ اشيل الكبد والقوانص، يطلعوا اتنين يطلعوا تلاته. بصي، واروح حطهم في الفريزر، اجي اعمل رز بالخلطه، اعمل كبد وقوانص جنب بطاطس محمره، اعمل رز بالكبد والقوانص، اروح مطلعه بقى الكنز اللي عندي في الفريزر ده كده، ابتدي بقى اسيحه واشتغل بيه. فهمتي ازاي؟ انا ما اعرفش بصراحه الكبد والقوانص بره بكام، مغسوله ومتقطعه. بصي انا بقطعها بالدهن بتاعها كده، انا عايزاها كده، ماشي؟ الكبد مع القوانص مع القلوب مع كله، ما تقوليش ده لوحده وده لا، كله مع بعض. هحتاج رز الكيلو ده، هنقول ده كيلو كبد وقوانص، هحتاج عليه كوبايتين ونص رز، ماشي يا قلبي؟ هحتاج عليه بصله كبيره مبشوره، مبشوره مش خشن مش ناعم. هحتاج بقى، بصوا، معلقه فلفل صغيره او يعني معلقه الا ربع، اللهم صل على النبي، معلقه ملح كبيره. هحتاج بقى ده اللي هي ايه، معلقه من الخليط اللي انا بعمله، توم باودر، بصل باودر، حبهان باودر، ورق لوري باودر، جنزبيل باودر. الخلطه دي حلوه قوي لو انت عملتيها، بصي بتبقى في منتهى الجمال خصوصا مع الفراخ. اوكي قلبي، عايز تستخدمي ماجي استخدمي ماجي، ما فيهاش اي مشاكل. بس لو من رايي تستخدمي ماجي، اللهم صل على النبي، خضار، ما تستخدميش ماجي لا فراخ ولا لحمه. وزيت، عايز تحط سمنه حطي سمنه. طبعا بكتب لكم، بصوا خلاص انتوا عرفتوني، مقادير بحطها في صندوق الوصف اوتوماتيك كده من غير ما اقول لكم. واحتاج زيت، ماشي يا قلبي؟ دلوقتي هروح البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هنا يا قلبي حطيت الزيت، نزلت بالبصله. اوكي، انا عايزه بس البصله تصفر شويه. الاكله دي حلوه قوي وجميله جدا وشيك جدا، ممكن تعمليها لاي حد جاي عندك، ممكن تعمليها في صينيه بايركس بره، تعملي الكلام ده كله كده في صينيه الومنيوم وبعد كده تروحي تفضيها في صينيه بايركس، مفيش اي مشاكل. او صينيه السوري اللي هو الاطباق الحراريه اللي بتدخل الفرن، مفيش اي مشاكل. ماشي يا قلبي، هبتدي اعمل كده. انا معليه النار على فكره، من اول ما دخلت المطبخ شغلت الفرن عشان انا عايزاه يبقى فرن حامي، مش عايزه فرن بارد. ماشي حبيبتي، هفضل ورا الحلو ده كده لحد ما يصفر وبعد كده نرجع له تاني. بصي يا قلبي، خلاص كده ابتدي انزل بالكبد والقوانص. طبعا تكوني مصفياها، طبعا تكون مغسوله حلو جدا وتكون مصفيه حلو جدا. هرجع لك ورا كده شويه بس. تقطعيها طبعا كبير، مش تقطعيها صغير، يعني القناصه بتعمليها على اربعه والكبده برضو على اربعه، ما تقطعيش رفيع خالص وصغير عشان ما تتهريش. هي طبعا مش هتتهري ان شاء الله يعني، بس عشان خاطر ايه ما تتهريش يعني. هفضل ورا الموضوع ده كده، انا عايزاها تنشف شويه، ماشي؟ يعني تشرب ميتها برضو. كل ده على نار عاليه يا حبيبتي، مش هحط دلوقتي لا ملح ولا فلفل اي حاجه، بحطهم مع الرز. خلاص هسيبها شويه كده يا قلبي، بعد كده نرجع لها تاني لحد لونها كله ما يتغير. انتيني لحد لونها كله ما يتغير. بصي يا قلبي، خلاص هنا كده، بصي ما بقاش فيه ميه ازاي. ماشي، هبتدي انزل بالتوابل. انا على فكره حطيت معلقه سكر، ماشي؟ في كتير اللي سكر يا حنان، السكر حلو قوي قوي، ما تقلقوش من السكر، خصوصا ان احنا مش بنستخدم ماجي يا حبايب قلبي، السكر يغنيك عن الماجي تماما تماما. وده فيه حبهان وقرفه وورق لوري، الخلطه اللي انا بعملها دي، ماشي؟ ابتدي انزل بالرز، انا غاسله الرز، ابتدي انزل بيه. صينيه حلوه قوي وشيك جدا، وجبه متكامله معاها شوية سلطة أو مخلل، خلاص مش محتاجة زبنين كده. ابتدي أقلبه كله كله، والله أنا حطها على نار عالية بس مش عارفة مال النار عندي عشان مشغلة الفرن. طب هفضل ورا الحلو ده كده لحد على الأقل ما كله يسخن، وابتدي أنزل عليه بمية مغلية، ماشي؟ وهوريهولك طبعا كل الحاجات دي هوريهالك. على فكرة ممكن تعملي الموضوع ده بفريك، يبقى خطير خطير خطير، الفريك بيبقى رائع. ده او ده، فريك او رز، محطش لبن، ما بتحطش اي حاجه. ممكن عايز تحطي شوربه حطي شوربه، بس انا مش هستخدم شوربه، انا عندي كبد وقوانص، ليه احط شوربه؟ هي الميه حلوه قوي. هقلب بس تقلبتين ثلاثه كده تاني، وبعد كده لما تنشف شويه هنحط الميه مع بعض، دي نوريكم مستوى الميه قد ايه. هنا خلاص يا قلبي، خلاص بصوا سامعين الصوت، هو ده اللي انا عايزاه.
ماشي خلاص اسويه بقى. بصوا اسويه كده الصينيه كده. بصوا انا عايزه بس ابعد لكم شويه، اسوي الصينيه كده ماشي. زي ما بقول لك التقليب يبقى قليل، ما تبقاش كتير عشان الكبده ما تتهريش مننا. تيجي انا ننزل بالميه، طبعا اللون ده التوابل، ميه رز عاديه جدا فوقيها بقرات بس. خلاص كده بس. طبعا كود الانس تطلع فوق ما تقلقوش، هي هتبقى على الوش حلوه قوي. طبعا انت ممكن تعمليها شويه كبد عنس صغيرين، شويه كبد عنس كتير زي ما انت عايزه. ابتدي بس سلكي من تحت كده عشان لو الرز كان لازق تحت يبتدي يطلع. انا مشغله الفرن على 220، هحطه رف وسط 220، رف مش هيتغطى يا حنان، لا مش هيتغطى، هيقرمش هيتحمر. لو انت مش عايزاه مقرمش ومحمر غطيه بورقه فويل، لكن احنا هنا في البيت عندنا بنحبه مقرمش ومحمر، فانا بالتالي بسيبه زي بالظبط الرز المعمر. عارفه الرز المعمر يا قلبي بالظبط، ما بنغطيهوش. خلاص حبيبتي خلاص كده. بصي بصي دوبي كده بس كده، بصي كده كده ماشي، عشان بس اضمن ان الملح داب والتوابل دابت فيها. خلاص حبيبي تغلي تغلي غلوه واحده بس، مش تشرب الميه، تغلي غلوه واحده بس. بصي الميه بصي بس فوقيها بقرات نفس مستوى الرز بتاع الحل. تغلي غلوه واحده بس وادخلها الفرن يا قلبي، وهوريها لك لما تطلع يا عيني. ادي يا حبايبي الرز بالكبد والقوانص لما طلع، شايفين لونه حلو ازاي؟ بصوا الجمال هو كده، ما تحمريش اكتر من كده عشان ما يعملش. ادي بصي هطلع لك هنا من الجنب، بصي شايفه، بصي انا هغرفه دلوقتي وارولك في التقديم يا حبيبتي. ادي يا حبايبي الرز بالكبد والقوانص، شايفين شكله وطعمه، شايفين شكله، يا رب تدوق طعمه جميل جدا، شكله ولونه جميل جدا. بصي لون الرز بقى ازاي، لون الرز ده من التوابل اللي احنا حطيناها والبصله. بصي ادي الكبده اهي، بصي مستويه ازاي، بصي الحاجه مستويه، الرز اهو مفلفل وفي منتهى الجمال مع الجنش مبص، طعمه حلو جدا وريحته حلوه قوي. المهم زي ما بقول لك البهارات، البهارات تكتري فيه في البهارات. كبد وقوانص عامله زي الفراخ، تحب البهارات الحلوه يعني تكون بهاراتها كتير. يا رب تكون طريقتي النهارده عجبتكم، يا ريت تجربوها، يا ريت تعملوا لي لايك وشير، وبحبكم قوي قوي قوي. انا حنان رمضان.